السلام عليكم خويا ايوبي، كيداير لاباس عليكم؟ مساء النور مساء النور. بالنسبة ديالي غادي تكون القصيدة ديالي هي كتحاول تلحنها، هذه من الكتابة ديالي. القصيدة ديالي غادي تقولها بنتي باللحن ديالها. مرحبا، شحال عندها بنتك من عام؟ عندها 10 سنين. حسبت ما كتبتهاش، قالت لي 10 سنين. يلا سمحوا لنا، انا مرتب كيد وليت كنفيبري بحال احنا داخلين مسرح ذا فويس. ذا فويس هذا من هنا ذا فويس. لا الله وليت كنفيبري من هنا ذا فويس. الله يحفظك الله يخليك صحتك ان شاء الله، انت الاول. لا لا يلا مكتب لايك. والله الصحة، والله إلا كتستاهل أخويا، خليك صحة. يلا أسرع يلا. يا سامع الدعاء ارفع عنا البلاء، ليس لنا سواك. فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، رباه عدت إلى رحابك تعبا، وبقلبك بصير بدأت أراك. فافتح لنا من رحمتك من رحمتك أبوابا، صل بها كل مذنب عصاك. نرجوك يا رازق العباد ويا محيي البلاد، أن تهدينا سبل الرشاد، فأنت لنا العون والداد. الله ما شاء الله. ما مضت عالي غير رضاك، أصبحت سعادتك بتقواك. ربي عالم بالآلام، ادفع عن عبادك السقم. هادو كلمات ديالي. تبارك الله، هذوك الكلمات زوينين، وحتى الصوت ما شاء الله عليها زوين. واخا بقى صوت طويل. غير هو المره الجايه ان شاء الله نشوفوها كتغني احسن. هيا تغني لكم واحد القصيده ديال سميتها هذيك. لو جمعت قطعت هنا. يلا يلا اعلان تسليم صاحب لك تبع لك اعلان. خليها مره اخرى ان شاء الله تكون واجده و واخا غير مرته منها. المهم غير الصوت واش هاديك الفكرة التقنية. يلا اسرع نقول لكم انا واحد القصيدة ديالتي. ممكن ممكن الصوت ديالي انا. يلا صافي غير اسكتي دابا. ملي قلنا لك بغيتي تسكتي ملي قلت لها سميتو ما بغاتش. تسنيم سكتي ودي تحمالي في ظهري وش بوق مرات بري تاي في الدنيا نجري ونقلب فين يا زهري. دقت الدنيا يا الميمة وسلبوا راحتي والتبسيمة، ولات حياتي غيمة والعقل شارد يخمم ألف تخميمة وتخميمة. لحقق في أمري حير، هزيت الهم وأنا صغير، شحال من صفعة خديت يا ريت كون غير نسيت. شفت الظلم وقلبي ما هناني، سكوتي حرقني لساني، نغدر بزاف وصدق ولا براني، تمنيت العشير ما يخون عشير ويكون قلب وخبيرو. هذه جائزة إسلام. ما شاء الله عليك. شوف ما كتكتبش الأغاني بحال كتبقى تكتب لي زعما شي أغاني ولا شي حاجة. ما شاء الله كنكتب الكتابة. نعم كنكتب، راه كاين شي حاجه ان شاء الله في الطريق كنكتب ان شاء الله. ان شاء الله. المهم الا بغيتي زعما نعاونك في شي حاجه مرحبا. ما كاين حتى شي، انا كندير مخرج وكنصور الفيديو كليبات داك الشيء، عندي علاقه بزاف مع الفنانه. ما شاء الله. المهم ارسل لك انا الا عجبتك شي حاجه، ارسل لك الكلمات. مرحبا تدرس لي داك الشيء. الله يطول عمرك. مرحبا بك اختي. اهلا سلامه. الله يطول عمرك الله يخليك صحتك. Ay, ay, ay.
بارطاجيو اللايف الدراري والبنات اللي كيتبعونا. الله يرحم لكم الوالدين. بارطاجيو اللايف. برافو خديجة. اهلا اهلا حياة، تعطلتي اليوم ما جيتيش بكري. ساعة غدا ما تبع بموال ودوال يمكن فرحة هني الليل والحبيب لالي سحر وجمال سحر وجمال والحبيب ديالي وغير أنا شتك قلبي ارتاح يا سلام وتوالي من أحلى العشام فرحي يستحلي زيانة لي. أهلا خولي أحلى أخ، شكرا بزاف. أختي راجع هيبة كنت لها ولكن كولكسيون تقيلة بزاف. السكينة الشاهي الشاهي ولا الشاهي ما نتطلع معنا نقولنا شنو بالضبط باش نعرفوا هاد القضية شنو هي. اهلا اهلا يسرى 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 احلى يسرى. سلام. السلام عليكم. كنيتي الشاهي؟ شاهي ماشي الشاهي ياك الشاهي. لا الشاهي فوالا. الشاهي فوالا فوالا مرحبا بك. لاباس بخير كلشي مزيان؟ السلام عليكم كاملين. نضرب كلشي ولا كيعرفك بلا ما نبقى نقول لهم دخلوا عند سكينه وداكشي دابا كلشي ولا كيعرفك عند تليفون عندك هنا كاع انت. مرحبا مرحبا. موجود لينا شي حاجه؟ خضار شكرا بزاف انت كتحمقيني الله يحفظكم. الله تبارك الله عليك. لا لا يحفظك شكرا شكرا بزاف خويا الايوبي والله حتى لينا شرف نطلعوا معك. الله يحفظك ليا. شنو موجود لينا شي حاجه اليوم؟ ان شاء الله غدا نغني مستنياك لا قبلتو عليا. نقبلوا لك وكان عندك اغنيه واحده حتى عندنا بزاف ديال دوموند اليوم. وي بيان سور راه مستنياك اصلا طويله غير حتى الا ما غلطتش. مستنياك يا روحي بشوق بارطاجي اللايف. يلا سلام. حبيبي مهما سافرت مهما بعدت ومهما غبت يا روحي عني قريب مني مهما بعدت ومهما غبت
نورني الليالي مستنياك يا روحي بشو كل العشاق مستنياك تعبت تعبت من الأشواق مستنياك ونادي بعيني من فراق الفراق الله عليك. الله يسلمك. أنت شتي لي كومنتار تبارك الله كاملين كيقول لك برافو صوتك كيحمق كدا مستنيك برافو. الله عليك. كنشكركم بزاف بزاف لي كومنتار زوينين كنشكركم بزاف والله. شكرا. كنغنيو وكننشطو شي شويه. دايما إن شاء الله دايما. ميرسي بوكو المهم ما نطولش عليكم. يلا باي 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 باي. المهم دخلوا عند سكينة وشجعوها وديروا لها بارطاج ولايك ولايك وكلشي. الله الله. إذن كما كتلاحظوا معنا المنتخب الوطني المغربي كيقوم بمجموعة من المحاولات. نستنى